عبد الله، سن 25 سنة. بالضبط الأصل من إقليم صفراء. مدينة صفراء. أي طبيعي تمام. متزوج؟ لا عازي. شحال ديال خوت عندك؟ إحنا بعشرة. عشرة بيه؟ آه. مستوى الدراسة؟ القطر يماني ثالثة إعدادي. فورماسيون اللي قريتي؟ عندي ديبلوم و خلاص، و كيما قلت لك تجارب في مجال الفنادق والمقاهي والمطاعم، نادي البارمان. مجال الفنادق كندير لا كويزين ولا لا ريسبسيون. ديبلوم عندي الكتريسيان اوتو، خديته من عند دوز للجني الاجباري، عطاوني الديبلوم الكتريسيان اوتو والبيرمي هو اللي عندي. عاودنا على المشكلة. المشكلة خويا هو انت كتشوف كيما كتشوف دابا، راك شتي الحالة كيفاش دايرة. تشرد وصافي، راك شتي كي شنو كاين. بحكم ان يعني عندي ظروف شخصية، سنين خدم ضروري باش نعاون عائلتي وبزاف ديال الحوايج. بحكم ان حنا يعني الاصل كيما قلت لك عايشين غير في البادية، والد ما كاينش يعني اللي غيهز الحمل ديال العائله، ما كاينش. خصني نخدم، كنقلب على خدمه هذه 6 شهور دابا تقريبا، وانا مشرد كنقيد نقلب على خدمه، وبالليل كنبات في الزنقه. اطلب من الله سبحانه وتعالى ييسر الامور للجميع اخويا العزيز وصافي. يعني الحاله راك شتي شنو كاين، هادشي اللي كاين. يعني كل مدينه تقريبا كندوز فيها شهرين، خلاص 3 شهور، شهر ما كيجيبش الله، عاود كنخرج ندير اوتو ستوب، كنشد عاود نمشي لمدينه اخرى نقلب على خدمه. حاليا انا كنت واجد هنا في مدينه الرباط محطه القامره، كنقي نقلب على خدمه، وكنبات هنا حدا محطه القامره. وبالنهار كنمشي نقلب على راسي، كنقلب على طرف الخبز، ولكن للاسف الشديد مازال ما جابش الله. هذا هو اللي كاين. نطلب من الله سبحانه وتعالى ييسر الامور للجميع وصافي. يعني هذا الشيء اللي كاين. اخي ممكن تعاود لنا التفاصيل من مورا ما خرجتش من الدار؟ فين مشيتي بالضبط؟ من مور ما خرجت من الدار سمعت باللي كاينه الخدمه في مدينه طنجه، طلعت لطنجه. صايبوا لي الناس تما الله يجازيهم بخير، هما اللي تعاملوا معايا، صايبوا لي لي سي في. كنقيل ندور في الشركات، المعامل، لي ريستورات. خلاص ديك الوقيته خلاص كانوا سادين، ومن بعد حلو مشيت كنقلب. من بعد طنجة، من اللي ما جابش الله في طنجة، قطعت لي واحد السيدة اللي كنشكرها من هذا المنبر، بعدا قطعت لي لمراكش. بقيت في مراكش كنقلب على خدمة تما، كنت مع واحد الاخ حتى هو مسكين شاف واحد المنشور ديالي، عرض عليا قال لي جيت تسكن معايا واحد اليومين، نقلب على راسك ما جابكش الله خصك تخرج. حتى هو عنده ظروف وعنده مشاكله، مسكين غير افيك بليزير، شاف المسائل، شافني بصاك بحال هكا، قال لي جيت تسكن يومين، غنعطيك يومين خرج قلب على راسك ما جابكش الله. انا ما غيصلحش ليا، قلبت تما ما جابش الله. من تما طلعت للصحراء شهر قبل رمضان، وصلت لتما مشيت لقيت المرسى، بغيت نمشي نخدم في المرسى ما لقيتش. مشيت دزت لسميتو لواحد البلاصه كيقولوا لا اسرقه تما حتى هي والو، كانوا سادين هذيك الوقيته. مشيت للفيرما باغي، مشيت للموقف عندهم تما في وسط المدينه، مشيت باغي نخدم في الفيرما. قال لك معاه كانوا تما بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس، الالاف مساكن الشباب كيضيعوا تما والو. مشيت باش نخدم كيطلبوا لك الرشوه تما، بالاخص تما بالضبط الرشوه باش تخدم في الفيرما. واش انت زيرو درهم، ما عندك حتى درهم، ما عندك حتى ما تاكل، وكيقول لك خصك تخدم في الفيرما ب 400 درهم 500 درهم رشوه،
صافي الدار تاعي ما يعني ما عنديش داك المبلغ، انا كنعيش غير في الزنقه، ما لقيت ثمن ناكل. صافي خرجت من تما مشيت للبني كذلك كيطلبوا لك نفس المشكل، كاين اللي كيعيط لك كتمشي من المدينه للمدينه باش تخدم، حتى اللي كتوصل كيطفى عليك التليفون كما دار لي هذا الاخ هذا. من مور ما جيت من تما طلعت للقنيطره قلبت تما، صنع ليا قال لي اجي لعندي للرباط حكا غتصبح خدام وغنسكنك معايا، وداك الشيء ملي جيت صدق طفى عليا التليفون، بلوكاني في الواتساب، بلوكاني في الفيسبوك، بلوكاني في النمره تاع هي. طلبت النادي ديال ديك المقهى، داك المقهى لا عافاك شي ابوي الله يجازيك بخير، نصوني على واحد السيده كيفاش كيفاش، قال لي واخا ملي اتصلت به لقيتو بلوكاني حتى في النمره بلوكاني فيها. صافي من بعد صافي زيد ساكي من باب شلا ضربتها ابي، حكم ان الصنداله تكلات ولات ملويه مسكينه معايا، بقاو تدور انا كنقلب على خدمه. كنجي جيت لهنا للقامره محطة القامره وكنبات هنا، ولكن شنقول لك يعني الانسان خصو يصبر، هذا هو الهدف من هذا الشيء كامل. وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يسر الامور للجميع، و هذا هو اللي كاين اخويا العزيز. اخي ما يخرجش من الدار واش علمتي داركم؟ من طبيعه الحال من طبيعه الحال والوالده اللي هي اللي كاينه في الدار حاليا، يعني الاخوت الاخرين كلشي مزوج، هي اللي كاينه في الدار بوحدها. قلت لها انا نمشي نخدم باش نعاونك، لكن للاسف الشديد كاتصلت بيا مؤخرا قلت لها حكا راني بخير، ما بغيتش السيده يعني كبيره في اللاج، ما بغيتش الا قلت لها شنو نحكي لها لافير تقدر، فهمتي الانسانه مريضه بالقلب و63 سنه في اللاج، كنقول لها راه بخير الوالده، راه بخير نقدر نخدم ان شاء الله، راني خدام غنتخلص غندير وغنصيفط لك باش تشري العيد، باش تكسي راسك، باش دير، باش هادي. ولكن مازال ما كاين والو، نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يسر الامور ان شاء الله في هذه الايامات اللي بقاو، ان شاء الله نخدموا غنعوضوا له بعد هذاك الشيء اللي. ولكن اللي بقى فيا بزاف واللي ضرني في خاطري هو نهار العيد، نهار العيد الصغير الناس صباح يعني انت راك عارف داك الاجواء ديال العيد، الناس معيده والناس يعني وانت صابح ناعس في الزنقه كتشوف يعني داك الشيء. صونت ليا قلت لها حكا راني بخير، وانا راه ما كاين لا بخير لا والو، قيل ما نكذبش عليك، ما شويه جاتني صعيبه، جاتني صعيبه ماشي غير شويه بزاف، لان كتشوف هي بوحدها ما عوضتيها ما صيفتي لها، هي اصلا هي الناس تما هي هما كيعطيوها كيوكلوها حتى مازال يعني. خرجت بصنداله سبرديله جاكيطه وهاد البودي اللي لابس وهاد السروال، هادشي باش خرجت. ولكن ملي وصلت ملي وصل رمضان ما لقيتش ما نصرف، ما لقيتش باش نتسحر، ما لقيتش باش هذا، بعد سبرديله وجاكيطه هما اللي بعت باش ناكل يعني، عايش ما نصبر صافي الطاقه ديالي سالات، فهمتي يعني راك انت عارف ملي كتبقى غادي 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 راه واحد اللحظه صافي يعني السخفه كتجيك ضروري خصك تعالج ولا غتطيح تسخف. خليت انا راسي توصل لذاك النيفو ما لقيتش ما ناكل، مشيت بعتهم باش ناكل يعني، هذا هو اللي كاين. شنو المشاكل اللي تعرضتي ليها اخويا من مورا ما خرجتش للدار؟ تعرضت للتشرد خلاص، هو الاول سبقت منه، ما عنديش الامكانيات باش نكري، ما عندي والو. الهضره ديال بنادم كاين اللي كينتقدك، كاين اللي كيتشفى فيك، كاين اللي كيخليك حتى كتنعس، يجي يدي لك حوايجك، يجي يحيد لك مانطا من فوق منك، يعني لما وعيتيش معاه وفقتي يصير بلاص تلقاها مشات. بزاف ديال الحوايج ابار انت ناعس الشتا كتصب عليك، ابار الجوع، ابار بزاف ديال الحوايج، هذا هو اللي كاين. وكاين شي نماذج كيقول لك لا علاش ما بعتيش داك التليفون وتمشي تكري، اولا علاش ما درتيش يعني تمشي ترجع بحالك. ما عندي فين غنرجع، في غنرجع، انت ساكن في دار ديال الترف الباديه، امك ما فحالاش الناس اللي كيوكلوها، في غنرجع يعني. الانسان ما خصوش يبقى يحكم على واحد اخر اللي خوه مسلم وولد بلاده ومن دمه ولحمه، ما خصوش يبقى يحكم عليه هكا. انا الوالده في البلاد غير بوحدها عايشه يعني، ما كاينش مدخول، فراس مالنا دار ديال التراب دايره بها شي 200 متر ديال البلاد ولا 100 متر، فيها دار فيها كلشي وفيها شي 12 زيتونه ولا بحال هكا،
يعني فين غتمشي؟ ما عندك لا اصلك باش تخدم فيه، ما بلادك اصلا ما كاين، ما عندكش يعني فين تخدم، ما كاينش لا بلادك انت فين تخدم ما كايناش، لا اصلا البلاد كلها ما كاين فين تخدم. الناس تما راه والو، اصلا الناس تما شي كيوكل شي، شي كيوكل شي، اليوم يوكلك هذا، اليوم انا نوكلك، غدا توكلني وهي غادا، يعني ما كاينش اصلا البلاد مقتوله. والناس ديال ديك المنطقه راه غيكونوا عارفين رباط الخير والنواحي من لهيه كي دايره الامور تما، لان يعني ما كاينش الخدمه. واضطريت انني نبقى هكا، يسهل الله في شي خدمه ويسهل الله الامور ونعوضوا داك الشيء اللي فات وصافي. والرسالة كما قلت لك قبيلة، الرسالة خويا اللي غنوجه للوالدة، كان انا اسف بعدا اسمحي لي، حيت اتصلتي بيا وقلت لك انا بخير، انا راه ماشي بخير، راه غير اليوم اللي اضطريت وصلت بيا العظم انني ندير هذا باش نشوف شنو كاين، يعني انا راه ماشي بخير ودعي معايا، نطلب من الله سبحانه وتعالى ييسر لي الامور شي خدمه ان شاء الله ونعوضك داك الشيء اللي ما عوضش للوالد الله يرحمه، بحكم انه مشى يعني قبل خلاني صغير ما لقيتش ليه جد، بغيت نعوض لك كل شيء بجد الله سبحانه وتعالى، وراه برضاك والدعوه ديالك انا واخا مشرد كينجيني الله سبحانه وتعالى من بلاوات، واخا كنتعرض لشي حوايج بالحق الحمد لله، يعني ما ضربنا حد ما اذانا حد، الهضره كتسمعها حوايج كيمشيو لك، لكن شي حاجه يعني اللي خايبه اللي غاف ما كايناش، ونطلب من الله تسمحي لي، وكنموت عليك وراكي في الدم ديما، ورا عقلي ديما معاك تماما، ونطلب من الله يحيد لي من عمري ويعطيك انت هي، حيت بالله بك راه ما كاين والو، راه واخا هادشي هذا ولا راه كتبقاي ديما في الدم وديما في القلب، بغيت نعوض لك ولو غير شويه بعدا، هذا هو اللي كاين. الله يسمح لنا من حق الوالدين، ونطلب من الله سبحانه وتعالى رساله لدوك الناس، حيت كنشوف هادشي في الانترنيت، كنشوف هادشي في المواقع التواصل الاجتماعي، الانسان كيبقى يتعامل مع والديه بالعنف، راه اقسم بالله ما غتحس بهم حتى تطيح في نفس الموقف اللي انا فيه دابا، عاد غتحس بحق الوالدين، واخا يكون معك صعيب في الدار، واخا المهم راه كتحس به هز عليك واحد الثقل اللي انت ما كتحسش به، لكن نهار غيغيب واحد عاد غتحس بقيمته، تحس بزاف ديال الحوايج، وتحس بالثقل اللي كان هز عليك وانت ما عايقش بهذا الشيء هذا. ونطلبوا الهدايه لذوك الشباب اللي كيعاملوا سلبي والديهم، والله يسمح لنا من حق الوالدين، هادشي اللي غنقولو، كنموت عليك الوالده. اخر رساله للمسؤولين اخويا. المسؤولين بغينا حاجه واحده، شوفوا لنا شي حد نخدموا على راسنا، هادشي اللي بغينا، نخدموا على راسنا، بغينا نخدموا بعرق كتافنا، ما بغينا والو، بغينا غير نخدموا على راسنا، شوفوا لنا شي حل، الله يجازيكم بخير، راه الناس كتموت، راه الناس كتعاني، راه الناس ما لقات ما توكل والديها. الناس ما لقات والو، راه كاين راكم كتشوفوا كلشي بعينيكم، راه كاين اللي كينتحر، كاين اللي كيولي يضرب يديه، كاين اللي كيولي راه بزاف. خدمونا راه بغينا غير نخدموا، راه ما بغينا والو، خدمونا هادشي اللي بغينا، جزاكم الله خيرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.